قرر قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس 2 اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الضرورية لوقاية وحماية المصلحة الفضلى للطفل القاصر الذي اعتدى عليه أعوان الأمن بسيدي حسين السجومي بالعاصمة، بما يكفل إعادة إدماجه ومساعدته صحيا واجتماعيا. وقرر قاضي الأسرة إبقاء الطفل الضحية مع والديه مع إلزامهم بحمايته من كافة أشكال الضغط ومنع كل اتصال أو تعرض أو استقصاء أخبار قد تمس من حياته الخاصة ومعطياته الشخصية من أي كان إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الأسرة. وقرر القاضي المتعهد بالملف كذلك تكليف مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتونس بتوفير المتابعة النفسية والرعاية الاجتماعية للطفل الضحية، بالإضافة إلى ترسيمه بإحدى دورات التكوين المهني التي تتناسب مع رغبته. وفي سياق متصل بحادثة الاعتداء على هذا الطفل ووفاة شاب في ظروف غامضة في منطقة سيدي حسين، شهد شارح ببورقيبة أمس اشتباكات بين مجموعات شبابية وقوات الأمن المرابطة بالمكان بعد رفع عديد الشعارات المناوئة لوزارة الداخلية. وقد قامت قوات الأمن بتفريق المحتجين باستخدام العنف، وذلك إثر تعرضها مجددا للقذف بالزجاجة والحجارة. وكانت مجموعة من الأحزاب والمنظمات قد دعت إلى تظاهر في شارع ببورقيبة أمس للتنديد بما وصفوه بالسلوك القمعي المنتهج من قبل منظومة الحكم، وذلك بعد موجة من الاستياء التي سادت البلاد بعد نشر فيديو وثق اعتداءات أمنية على الشاب وتجريده من ثيابه ووفاة شاب آخر في ظروف غامضة في منطقة سيدي حسين بأحواز العاصمة، والتي تشهد منذ أيام مواجهة بين شبان وقوات الأمن. وقد أثارت الأحداث استنكار الرأي العام والمنظمات والجمعيات والأحزاب التي طلبت بمحاسبة المعتدين في صفوف أعوان الأمن ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.